اسمي أسماء، ساكنة في عشابة حدا الود اليهود، ساكنة ببراكة، عندي براكة مكرفصة أكثر من 30 عام وهي معدلة. ضرورات يدخل عليا الماء، الأرض كاملة مفروعة، عندنا هنا الحياة العقارب، حياتك عايشة في العذاب. الظروف ديالي قاصحة، عندي وليداتي كارفصة أنا وياهم، عندي الوسيسه في صدري، تنخدم ما تنخدمش بزاف، ما تنقدرش نخدم. إلا خدمت 3 أيام 4 أيام خصني نجبد عليها 15 يوم 20 يوم نعسة. هي بنتي مريضة، عندها الوسيسه في راسها، والدها لا في راسها، لأن ولدت لها بحال أنت، بغيت مساعدة. عندي 3 بنات وما اللي عندي كرة، عندي بحال ما عقلوش عليا. عندي العويلة كبيرة في عمرها قول دابا 19 عام، وعندي العويلة عندها 15 عام، وعندي العويلة تسويمينة عندها 8 سنين. هادي كان جابني بابا هاد بنتي ديال لميع وآية، جابني هادي الأرض ديال حبيبو، جابني هنا سكننا. وقع له مشكل، طلع الحسم اللي خرج معقلش عليا انا ولادو، معقلش عليا. هاك خرج عنده فلوس وداكشي معقلش عليا، ديك العائله كبيره انا يعني جوجتها وموراها صافي. انا قريتها كبرتها وقريتها وعندي مريضه بالازماتيك وبالقلب، معقلش علينا. والجواد عاونوني عملنا لها الويله ديالها ملي جوجتها، فما هاي داك بنتو تتجوز من قبل. كارفصة لا طاولة، ما بحال الناس عايشين في العذاب. شتاكي باش كتسالي؟ والله إلا كاملة قطرة، ماشي حديد الزنقة تجبرو، عامل بحال كارطون رشا بقايلة. عرفتي شنو هي الشمش؟ ومورها تطيح تطيح الشتا، وملي تطيح الشتا يوم على غدا راه ولا بحال التاغيط. ما كرهناش بحق الجهد غالب، كرهت شي شي سكينه هيدا وخا غير بيتو كوزينه وطواليط. انا وليداتي نخرجها من هاد الارض، الناس غدا ولا بعدو يجيو يخرجوني يسيبوني. كدب عليك قسم بالله، غدا ولا بعدو يجيو يخرجوني، كرهت شي حق الجهد غالب.